مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، مسلمون مسلمون مسلمون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، مسلمون مسلمون مسلمون. سائلوا التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا، سائلوه سيجيب المسلمون، مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإيمان أحيينا القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منه علينا من الصحة والعافية، وكذلك من علينا بوجود الفرصة بأن نزور الشيخ الوالد الشيخ محمد فاضل. الحمد لله. ومع ذلك أيضا معنا ضيفان الكريمين من دولتي مالي وغامبيا، الشيخ عبد الله كويتا أقرب واحد إليك، وثاني الشيخ والدكتور عمر فاباجيتي من غامبيا. ان شاء الله ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. والشيخ يعقوب توغولا، هذا الشيخ يعقوب توغولا هو صاحب وصديق واخ صغير للشيخ عبد الله كويتا، وما ضيوفان هم الضيوف من مالي، وشيخنا أحمد أبا توري. الحمد لله ما شاء الله. عادة هؤلاء معروفين بالدعوة في كل المجال، شيخ عمر فاباجيت كذلك داعي في غامبيا وسنغال وغينيا بيساو، وهو ممن قرأنا عليه بعض الكتب شيخ عمر دكتور عمر فاباجيتي من رياض الصالحين وما إلى ذلك إن شاء الله، وكبلوغ مرام، وهو طالب تخرج في جامعة السعودية الذي كان هنا سابقا، والحمد لله. فخصصنا اليوم لزيارة فضيلتك، الحمد لله لما تعودنا، وكذلك مما شيخ عبد الله كويتا كذلك أيضا داعي بلا حدود في جميع أنحاء العالم، وخاصة وكذلك في أفارقة هنا، الحمد لله. بناء على ذلك قصصنا هذا اليوم لزيارتك، جاء هنا ضيفا ونظر علينا، جاء عن طريق الدعوة، يعني سيقضي معنا أسبوعا كاملا يلقي المحاضرات. الشيخ عبد الله كويتا هذا سيلقي محاضرات أسبوعا كاملا إن شاء الله إن شاء الله. والشيخ عمر كما تعرف هو من طلاب موريتانيا، يأتينا دائما، أحيانا يأتي ويقرأ على الشيوخ إذا استاقت إلى موريتانيا إن شاء الله. بارك الله فينا وفيكم، هذا هو سبب المجيء، بارك الله فيك. مرحبا وأهلا وسهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الأخوة الكرام الذين اصطفاهم الله بالإسلام وجعلهم من الدعاة لخير دين في أكثر من بلد من المسلمين، ولله الحمد، هذه نعمة لا تستحقونها، الله هو الذي أعطاها، ليس لها ثمن. عباد الله، من هو الآن من يموت على الكفر على أعينكم في القدس وهم اليهود؟ هؤلاء الناس الذي مات منهم الآن هو في النار قطعة، ما في شك، لأن الله لا يقول إلا الحق والرسول لا يقول إلا الحق، ونحن ولله الحمد أحياء على الإسلام الآن، ونريد أن نموت على الإسلام أيضا إن شاء الله، وأن نبث الإسلام في أراضينا وأهالينا، من يعرفنا ومن لا يعرفنا، من نعرفه ومن لا نعرفه،
لأنه أخونا على كل حال. إذن هذه النعمة. إذا رأى الشخص التلفزة ورأى اليهود يموتون على الكفر يقول الحمد لله رب العالمين الذي جعلني من المسلمين حجا وأنا أرجو ممن هي أن يميتني على هذا الدين الحنيف، لأن هذه نعمتان لا مثيل لهما، والأولى منهما تبشر بالأخرى، وهو كوننا على الآن على الإيمان معناه أننا إن شاء الله سنموت عليها من فضل الله سبحانه وتعالى. وخير مهمة يقوم بها الإنسان هي أن يعلم ويعلم الدين، يعلم الدين ويعلمه، وهذه هي التي اصطفى لها رسله، علمهم الدين وقال لهم اذهبوا إلى عبادي علمهم الدين. ثم قال لرسوله قل، أي قل يا محمد لجميع أمتك، وتعلمون أنه أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. قال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من ذلك التاريخ إلى يوم القيامة، نحن كلنا أتبعه ولله الحمد في هذه السبيل، سبيل الدعوة إلى الله، ولكنها بالعلم. بالعلم معناها لا تقول للناس فقط صوموا رمضان، قل لهم أحكام رمضان قبل أن يأتي رمضان، لا تقل لهم صلوا فقط، قل لهم الصلاة لها شروط، لا يمكن لأحد أن يقول الله أكبر هكذا دون أن يعرف إلى أين يتجه، وهل هو على طهارة أم لا، وهل ثيابه طاهرة، وهل مكانه طاهر، وماذا ينوي بهذه الصلاة، ما هي الصلاة، حتى يعلم أنها صلة بين العبد وربه. إذن لا بد من معرفة الدين، ولا بد من فهم أنه هو وسيلة النجاة الوحيدة في هذه الدنيا المتلاطمة الأمواج، كأننا في بحر، في بحر كفر، في بحر ضلال، في بحر سيء، لا سفينة تنجي من الغرق فيه إلا الإسلام وحده. والغرق أيضا يا ليته كان غرقا فيموت صاحبه وينتهي، لا هم لا يموتون، أهل النار لا يموتون. الواحد يأتيه واحد في النار يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. إذن نحن في نعمة لا نقدرها حقات، لا نعطيها واحد في الألف من التقدير. الله ماذا نعطيه؟ الله غني لا يحتاج لشيء. بما نشتري؟ الله ليس تاجر. ماذا نفعل؟ هل نستحق؟ لا نستحق على الله الشأن، ولا أحد يستحق على الله الشأن، وهذا منة منه. قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن، وقال رسله، قالت رسلهم الرسل الذين قال لهم الكفار إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده، من علنا بالإيمان وإن جعلنا رسلا إليكم أو دعاة إليكم. إذا نحن في نعمة لا نقدرها، لأن الله سبحانه وتعالى لا ثمن لما يعطي من النعم ولا حصر لنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أبدا، لأنه هو كان قادرا في الأزل على أن يجعلنا من الكفار، من ذا الذي يمنعه؟ لا أحد. فجعلنا في الأزل ولله الحمد من المؤمنين إلى الآن، نرجو أن نموت على ذلك. هذا هو المشكلة، مشكلة التي هي أمامنا ظلمة، ظلام ما نعرف على ما نموت. لو تيقنا أننا نموت على الإيمان لقتلنا أنفسنا لندخل الجنة، ولكننا نعلم لو فعلناها لدخلنا النار. من قتل نفسه دخل النار، من قتل غيره دخل النار. شيء عجيب، هو الله منع المؤمنين من أن يقتلوا أنفسهم، فلو لم يقل لهم ولا تقتلوا أنفسكم لكان كل من دخل الإيمان وتيقن أنه دخله يقتل نفسه لئلا يكفر. هي حكمة عجيبة، منعهم من أن ينتحروا، يقتل شخص نفسه ليدخل الجنة، لأنه إذا فعلها انتهى من الطمع في الجنة. لا، ما في جنة، تقتل نفسه، من خلق نفسه؟ أنت ما خلقتها؟ قتل الإنسان لنفسه كقتله لغيره. قال الله سبحانه وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
هو مؤمن، إذا قتل نفسه متعمدا قتل مؤمنا متعمدا. شيء عجيب عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله أنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، قال انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه خلد في النار معذبا بما قتل به نفسه. إذا قتلها بحديدة يبقى في النار دائما في يده حديدة يشق بها بطنه، وإذا قتلها بالخمر يعطى له إناء فيه الخمر ويبقى دائما خالدا مخلدا في النار يتحسى ذلك الخمر، وإذا نزل من شاهق من جبل أو من دار وسقط عمدا ليقتل نفسه جعل له شاهق في النار جبل أو دار يطلع يصعدها وينزل ويسقط خالدا مخلدا فيها بالطريقة التي قتل نفسه بها معذبا بها. إذن سبحان الله العظيم، إذن نحن ليس علينا إلا الحمد لله، ومن فضله أيضا أنه جعلنا متعاونين لا حدود بيننا، مسلم والمسلم واحد لا حدود بينه، لا أحد يمكن أن يقول أنا خير من أحد لأنه لا يعرف مصيره، لا يعرف مصيره. إذا كل يرجو ويخاف في آن واحد، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ما أحد ما في أحد يعمل يكون متأكد من أنه سبحان الله لا. حتى الرسل يرجون رحمته ويخافون عذابه، ليس عندهم إلا الرجاء لا يقطعون. يوسف رسول بن رسول بن رسول بن رسول خليل الله يقول يا ربي توفني مسلما، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالح. شيء عجيب، يخاف من أن يموت على الكفر لأن هذا في يد الله لا في يد أحد آخر. أباء الأربعة لا يغنوا عنه شيء، هو الرسل. إذا من هنا نحن في نعمة كبيرة ولله الحمد، وكون الله جعلنا من الصفو صفو من هي المسلمون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية كلهم، وخيرهم أهل العلم الذين يدعون به ويعلمونه للناس. في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. إذن هذه الأحاديث الحمد لله التي ندعو بها يجب أن نفهم أنها ترجع علينا بنعمة يجب أن نحمدها لله ونواصل ما استطعنا إلى ذلك سبيل، ونتعاون ونوسع الدائرة، نوسع الدائرة معناها نزيد الدعاة ونزيد الدعاة الذين يعلمون، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا كان الداعية لا يعلم فبما يدعو؟ هل ينفر من الإسلام أو يرغب فيه؟ إذن الذين يعلمون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا ولله الحمد لا يقال لمهلكم لأنكم ولله الحمد. هذه هي تبارك الله ما شاء الله قصيدتكم التي تقرأون في كل مسجد ولله الحمد وفي كل محاضرة، وهي عليكم ولله الحمد كالفاتحة تعلمونها معناها، لا أزيدكم بشيء، ولكن الوجوه الحمد لله اللي رأيت عليها الخير وكلها يحب الآخر ولم يجمعهما بهذه الطريقة إلا محبة الخير والدعوة إلى الله، كان لساما علي أن نرحب بهم. خير ما أملك من الترحيب، وخير ما أملك إن كان لي شيء على ترحيب وتقدير فهو لهذا النوع من الوهود ولله الحمد. فيه ملاحظة هي التي قلتم لي في المكالمة إخبار الكتب المؤلفة، هذا يا السادة الكرام كنت أتمنى أن نرى مثل هذا النوع من الناس الذين يريدون هذا ويسألون عنه، والحمد لله الآن الطلبات عليهم وريتني وفي تونس وفي الجزائر وفي أوروبا، الجالية المسلمة في فرنسا كثيرة ولله الحمد تريد هذه الكتب. هي قضية غريبة، هي أنا قرأت العلم عند على والدي، والدي عندهم محاضرة فيها ألف شباب، ألف يقرأون أكبر محارة كما قال فرنسا كتبوا عنها أنا ذاك أكبر محارة في موريتاني على الإطلاق محارته
والدي أباه المحمد من مرض الله المحمد من ألف طالب وشاية من كل فج عميق كل الدول المساورة والدولة التي نحن فيها هذا كله عندنا من جميع النواحي. لكني توفى عني والدي وبعد أن قرأت قدر وزدت ولله الحمد ولم أخرج من المحضرة إلا بعد أن عرفت مختلف العلوم كتابا وسنة وفقها ومنطقا وبيانا ونحوا صارت عندي صورة عن الإسلام واضحة. شئت للنواكشو هنا لا أريد الدين كنت أريد الدنيا لأن الحيوان مات البقر جاءته آفة وضربته ولم يبقى عند محضرة الحيوان كان عندنا يسير كثير للتلاميذ لم يبقى لا للتلاميذ ولا لنحن فذهب التلاميذ وبقينا نحن أهل المحضرة نبحث عن أين نجد ما نعيش به. فشئت للنواكشوط لهذا الغرض. كان من حسن الحظ أن الله ألهمني أن ننتبه انتبه هذا شكله شنو الناس تركب السيارة وتمشي وجهه ولكن لا تنتبه. انتبهت لمحضرتنا فإذا بها عدي بألف إذا نزلنا إلى واد لا يمكن لأحد أن يجد شجرة يغتسل عندها لأن كل مكان فيه طلاب ينظرون إليك تحت الشجرة ألف تلميذي كل شجرة تحتها وفي الليل تظن أنه جيش والأزيز تظن أنها طائرة مارة. يقول شاعر من تلاميذه جئت حضرة شيخنا تجد أمما قد ضاق عن كتمه الأخصاص والشجر ومن يمر حوالها فمسمعه يغشاه والبصر الأزيز والنوار الثياب البيض. كثير الناس وهذا كله بشهادة المسلمين والكفار فرنسا كتبوه والمسلمين يعرفوه في جميع بقاع موريتانيا. لكن أنا قلت هاي المحاضرة اللي عندنا أقل تلاميذها نواكشوط فيه ثانوية واحدة ذيك الساعة مشي يقال له ثانوية الوطنية لأنه لا ثانوية معها. بعد زمن قليل ثلاث أعوام أربعة خمسة اتضحت لي مسألة أن الدين ينقص والكود تنزال مدارس العصرية تزداد كثرة الدولة تبني المدارس ابتدائية إعدادية ثانوية والمحاضر تشاح فيها جائحة معناها الشباب يذهبون إلى مدارس الدولة إلى التجارة إلى المشرق يريدون أن يكونوا أئمة إلى المغرب يريدون أن يكونوا في كونغو سينغال وغامبي وموريتانيا ومالي يريدون التجارة. إذن ما في حد باقي المحاضر إلا أقل قليل واحد في الألف قد يكون من المحاضر من اندثر نهائيا ومنها من بقي فيه ما لا يحنف الحالف. هذه ناحية واضحة وللجميع ليس الذي فهمتها وحدي ولكن الذي فهمت قضية أخرى. دخلت في المدارس العصرية أنا شاب وأريد واضحة ما عندي شهادة العلم اللي عندي هم لا يعبؤون به في ذلك الزمن. قلت إذا نقرأ علمهم الحمد لله وسهل علي العربية أعرفها وقرأت حساب العلوم الطبيعية الرياضيات كل علومهم الخاصة بهم قرأتها ونجحت. لوح كان عندنا صغير صار سبورة القلم كان صغير صار طبشو قلت هذا خير يعني يعلم مدارسنا تأملت بعدها جاء زملائي من شهر سعودية طلاب خريجين كنا عنده لصانص ومن فرنسا ومن السوفيت ومن ليبيا ومصر والعراق وسوريا كل الدول وهون من جامعة جامعات كلها في أفريقيا زملاء وإحنا كساعة نواكشوط صغير أنا نلتقي كل ليلة تقريبا في المسجد أو اجتماعات الشباب نسألهم أنا لصانص أنا عندي لصانص فاش في العربية تحفظ قصيدة لا في العربية ما تحفظ قصيدة أحدا أنت شهادتك شنو أنا في الحديث أنا عندي لصانص في الحديث تحفظ 40 حديثا لا الأربعين النووية اللي أحفظها خريج جامعة الحديث خريج جامعة القرآن ما يحفظ حزبا واحدا خريج جامعة العربية ما يحفظ قصيدة واحدة. من هنا كدت أنا أفقد الوعي شنو ما هذا يا الناس شهادات أطال الكذب أن الواحد صار يقرأ ويكتب فقط ما يحفظ شيء من دين الله ولا من شعر العرب ولا
الكتاب يسوي. حتى دكتور عصري ذهبت معه خارج من داره، كنا إلى المسجد أنا طالب، أنا صغير هو راجل دكتور. دكتور عندي سؤال، قلت له قضية كذا في الطب. قال لي نحن ما لسنا كالعلماء، ما أنا ما نجيب أحلى الأسئلة، فقط أنت تأتيني عند الطب ونقول لك نعطيك دق نأخذ إبرة ونجعلها في أو نعطيك حبة، أما الأسئلة لا العلماء، نحن ما نعرف، ما نعرف علمنا لا 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 نعرف منه قدر ما نجيب السائلة. رجعت إلى نفسي، إذن هذا العلم الزين والسبورة الكبيرة والطبشور والمدارس الكثيرة زرو، لن يتخرج منها حافظ واحد ولا عالم واحد، لن يتخرج منها حافظ واحد ولا عالم واحد. بعد أعوام تبجنت أنها محت الأمية، محت الأمية. قلت هذا مهم، ما كانت الناس تقرأ كلها، كان يقرأ منها القليل، صارت كل الناس تقرأ لأن الدولة أجبرت وأعطت المنحة وأعطت شهادات ووظفت وعينت الوزراء والسفراء، إذن الناس ترى فيها، معناها الناس كلها ستكون تقرأ ولكن لا تعلم، تقرأ دون علم. إذن ما الحل؟ جاءتني الفكرة، جاءتني الفكرة التي تسألون عنها. قلت الحل ما هو؟ أن أؤلف أنا؟ لا، يا ألفت أنا متى أشتهر؟ يأتي الدجال ويأتي المهدي وعيسى والدنيا في نهايتها. هذا ما ينفع الناس، نختار أحسن كتاب ونسهله. أخذت القرآن الكريم، طيت 40 يوم فيه، فجمعت جميع مواضيع القرآن كلها تحت عنوان، كلها تحت شراء قبل شراء، كلها تحت عنوان، معناها جميع العقيدة طيتها مذكرة، جميع الأحكام مذكرة، جميع قصص القصص والقرآن للرسل والأولياء مذكرة، جميع الدعوة إلى الله في مذكرة، 4 مذكرات، وجمعت الموضوع الواحد حتى إذا كنت الآية ما تعرف معناها إذا بالآية الأخرى تفسرها فنتبعها، نتبعها لها. هذا تفسير القرآن بالقرآن، ما هو بأنا، ما قلت أنا كلمة، ولكن القرآن يفسر القرآن، جعلت كل آية تفسر آية معها، أصبح القرآن واضح. وقمت بمحاضرات بالموضوع فانبهرت الناس، شنو شنو؟ قلت لهم هذا لا القرآن الذي كان عندكم، لم تجمعوا آياته. أنا جمعتها وهي عندي كتاب. قمت في الحديث، وقمت في خليل بن إسحاق الذي هو كتابه، احفظه سجاني، لأن في الفهرسة تقرأ تجد الذي تريد. جميع خليل فيه 26 عنوان بين باب وفصل، جعلته أنا 1315 مدرك، ومدرك معناها موضوع واحد، إذا كان ما فيه لا حكم واحد، فيه حكم واحد نجعله فيه، وإذا كان فيه 20 حكم تكون فيه، مثل المندوبات حكم عنوانها واحد، مندوبات الوضوء، مندوبات الصلاة، مندوبات الصوم، مندوبات السنن، المكروهات، المحرمات، هذا كل عنوان. إذن صار كتابا سهلا جدا، وقد كان صعبا جدا، وما زال كبدي حالي، ما غيرت نص خليل ولا شرح الدرديري ولا شرح الدسو، نص خليل، نص شرح الدرديري، شرح خليل، واضح ذا. إذن انتهيت من خليل، الحمد لله أخذه المحاضر وقالوا لي أعطينا أعطينا أعطينا، وصاروا لا يتعلمون إلا عليه، لأن العلم صار سهلا. مراقي السعود في أصول الفقه فعلتها له، الفجت بن مالك في النحو فعلتها له، قراءات 7 شاطبية، قراءات 7 الآن في آخرها نصححها وستصدر إن شاء الله في رمضان أو في الفطر إن شاء الله. وواصل أيضا في كتب أخرى سنة نخرجها بهذه الطريقة، معناها لا أختار إلا كتابا اتفق عليه المسلمون وقدموه على غيره، ولكن أقوم أنا بتقطيعه. من افترض أن جاك ضيوف مهمين جدا وطرحت لهم شاه سقيطة، قالهم ليس عليها موس، ليس معها موس، ماذا يفعلون؟ خرصته ما فيه موس، لحم لا بد لهم موس. قلت هذا هو الذي كان يخص علمنا، يخصه التقطيع، فقطعت الأفكار كل حكم وحده، سواء كان في القرآن في الحديث في الفقه
وفي النحو وفي الأصول. هذه الحمد لله المكتبة الذي قال لكم الأخوة، وفعلت لها قضية أخرى. كان الدسوق مهنة كتابة، من يريد أن يكون عالما في الشريعة يعرف الدسوق. دسوق 4 كتب كبار، كل كتاب جعلته 4 مذكرات، صار 16 مذكرة، 16. جئت به لمحضرة والدي، محضرتنا في البادية، وجمعته للمسجد وقلت لهم أعطوني 16 مثقف، لا تعطوني حد جاهل، لأن هذا ما يعرفه الجهال، لا بد من حد عنده رصيد مدرسي، عنده ثانوية، ولو لم يقرأ في محضرة ولكنه عنده مستوى ثانوي أو خلفية ثقافية محضرية، قرأ الرسالة وأجرهم. نريد كم؟ قلت لهم نريد 16. وزعت عليهم، أنت المذكرة الأولى، أنت المذكرة الثانية، أنت المذكرة الثالثة، أنت المذكرة، وهكذا وزعوا خليل كله في شهر واحد. وبعد 3 أشهر تكون القرية شيخها الذي كان يدرسها خليل يستريح، من جاءه يريد الطهارة، فلان هو صاحب الطهارة ذهب إليه يدرسك، ويريد الصلاة يذهب إليه أنت، ويريد البيع ويريد الإشارة ويريد أي موضوع. موزعة 16 أو 17 مذكرة، كلها ليس فيه إلا 20 قفوا، واضح للفية نفسها مراقصة نفسها. يوزع الكتب كلهم مذكرة صغيرة حتى تكون الناس تتعاون عليه كما نتعاون على اللوحة. مثلا قرية فيها صنداج، إذا تعطل الماء يجمع الرجال 10,000، كلها يعطي 10,000 فيصلحه صنداج وتشرب الناس. قلت هذا نفعله لديننا، نوزعه بيننا. واضحة الفكرة شهر، هذه فكرة واضحة، معناها ما نعطي الزمن. وكان رجل يعطي عمره كله للتعلم، كم سنة؟ 10 لا تكفي، 20 لا تكفي، الواحد عمره كم؟ كم أعطى خليل؟ كم أعطى مالك؟ كم أعطى الشافعي؟ كم أعطى أبو حنيفة؟ عمره كامل لله العلم. هذا ما الناس ما تعطيك إلا عنده حانوت لابد يذهب شهر، مكتب لابد يطلع شهر، طبيب. إذن بما يعيشون؟ معاشهم صار بطريقه، والدين صار هناك لا يزوره زائر ولا يذكره ذاك. هذا هو اللي خفتم منه. فجعلت القضية أولا لا يقول الطالب هذا ما فهمته، لا يقول الشيخ هذا صعي، سهل واضح، ما يعنيك هذا الكتاب، علمه لهذا الطالب. وعرف من هاي القرية انتهت، عرفت العلم، أنا صار عندها الاكتفاء الذاتي في الأساتذة، العلم كله جماعة خليل هذه، جماعة النحو ذيك، جماعة الأصول هذه، وهكذا توزع الشباب القرية رجالا ونساء، مثقفات والمثقفين نساء، ولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بنات عندنا يقرأنا خليل كما يقرأه أخوتهم. لما وزعت خليل على الشباب أرسلت لي البنات، نحن هذا الشباب ليسوا خير منا علم ولا أنجبوا منا، نحن نجباء وعندنا الشهادات، لماذا تحرمنا من دين الله؟ طيتهم خليل 16 مذكر وزعناها بينهم، كل واحدة تأخذ مذكر. وقلت لهم استبقوا الخيرات أنتم والشباب البنين والبنات. إذا من هنا وجدت طريقة لا تمنع مسار الناس. الناس اليوم متجهة إلى الدنيا والدنيا فقط، لا توقف المسار، بل تستفيد منها بأن الناس علمتها الدولة القراءة والكتاب، نعطوها شيء مهم مع ما أعطتها الدولة هو دين الله. ولكن لا نفكر في أن شخصا واحدا يعطينا 10 سنوات يواصل فيها، هذا لا يمكن. ولكن نجعلهم كالأطباء في المستشفى، 300 دكتور يتوزعون شخصا واحدا، جماعة متخصصة في العينين فقط، جماعة متخصصة في الأذن فقط، جماعة متخصصة في الأنف والحنجرة، جماعة متخصصة في الرئة، جماعة متخصصة في القلب في جانب الرئة، جماعة متخصصة في العظام، جماعة متخصصة في الأمراض الجلدية. ذي التخصصات نفعلها نحن في الفقه، في النحو، في الأصول، في الحديث، في القرآن، وهكذا. هذه الفكرة السادة العلماء والأئمة والدعاة، هذه الفكرة معناها لا تريد المستحيل ولا تقبلوا أن يبقى دين الله وتذهب الناس دونه. كيف؟ الحمد لله تسهيله، الحمد لله، ولن يبقى علم سهلته أنا إلا وصلكم أينما كنتم إن شاء الله، صلكم إن شاء الله. وأنتم لا تحتاجون أن يدرس لكم، لأنكم كنتم تدرسونه وتعرفون، يبقى فقط الطريقة اللي هي
التسجيل والعناوين هذا موجود، معناه أنك كان العالم الجليل هنا إذا طرح عليه أحد نازله نعملها. أين أجد هذا أخوته؟ الوثيقة 4 لا سمكة في البحر، كيف نجده؟ هو ما يمكن أن يرى. لما جاءت الفريسة هذه تصنت، هو سؤاله في البيع أو في الصوم أو في الزكاة، تأخذ نفس الباب الفريسة تقرأ، فإذا بسؤاله تجيبه وتقول خذ سؤالك والله ورقة وقلم وتكتبه له. واضح الفكرة؟ معناها لا يأخذ لك 5 دقائق اكتشافك لمكان النازلة، لم يأخذ 5 دقائق، لأن هو سيقول موضوعا في مكان معين، وإذا كان جمعت جميع أحكامه سطرة، معناها فهرس حكم الأول كذا الثاني كذا الثالث. هو واحد من هذه العناوين هو سؤال أعطيه له، أو خذه وأعطيه له باللغات التي يريد أن يفهمه بها، مثقف أو غير مثقف، الناس سواء درجات في الثقافة واضح، ولا نهاية العلم درجات. إذا من هنا اطمئنوا إن شاء الله على أنه سيصلكم، وذاك بالتنسيق مع واحد منكم مثلا تأخذون صلة بيني معكم، وأكون أنا جهة مالي جهة جانب كلهم لها كتبها. واضح إن شاء الله. كنا نحسب أنها جاهزة وسنأخذها. إيه إحنا عندنا هناك آلة تكسير كانت متعطلة، ولما سمعت لم المكالمة جاءتني اليوم ضحى كما تعلم، أمس ما سمعتها، وجدتها صباح اليوم بعدما قلت لي نرسل لك الشريط، ففتحته محمد أمس قال لي ما كان معي، ما يبيت معي هنا. نعم، ولم يقل لي هذا إلا أخي ليلا حينما عرفت بأنه ليس معك. ولكن نحن موجودين، الشيخ كويتان موجود، أنا أيضا موجود الأربعاء. إلى الأربعاء؟ نعم. واليوم يوم هذا، اليوم يوم الاثنين، ما يعدون الأربعاء، ما يوم واحد. نعم، حتى إذا حتى ما بعد الأربعاء. نعم، شو نحن أنا أعطيت أمر وأمر أن تصلح المطبعة، كانت فيها نقص المداد، ما هو خطأ، نقص المداد، قلت له المداد اليوم يتم وفيه عنا، لأن الوهد يأتي ويريدون الكتب، وأعطاه أمر وهو يصلحها اليوم إن شاء الله، ولكن إذا صلحها سيكون عمل الشخص هو السحب، هو السحب الكتب إن شاء الله، لكنها كثيرة. قرآن الكريم فيه قضية شوية في الحقيقة، قرآن 60 حزب، 60 حزب، 60 حزب، ما في حزب يمكن أن تتركه، كله كلام الله. كل حزب قسمته إلى قسمين، 4 أثمان و4 أثمان، وأجعل قدر ما يقرأ الطالب بحيث لا يحتاج للوحين أهر الكتاب الذي نعطيه، صفحة مشكلة واضحة وفيه نصف منه فقط، إذا كان ضعيف قل له جعلها درسين أو ثلاثة. إذا كان هذا الشكل اللي كان اعتمادك على رواية نافع، نافع ورش 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 نافع ورش بالذات، نافع عنده قانون وورش، قانون في ليبيا وورش في موريتانيا، إذا المصحف ورش ولكن موزع بطريقة تغني عن كتابة اللوح، فالطالب أعطيه اللوح فإذا حفظه أعطيه لأخيه صار منه، وإذا حفظ ذلك أعطيه لطالب آخر، هكذا. واضح الفكرة؟ إذن 120 كتاب صاير، كلها في نصف حزب فقط، الأحزاب 60، كل حزب عنده لوحين، إذن 120 جزء صاير. خير إن شاء الله. إذن مسهل الحفظ بهذه الطريقة، مسهل الخليل بالطريقة التي قلت لك، مسهل الأصول والنحو والكتب كاملة إن شاء الله، وأنتم أحق بها وأهلها. لكن في خطأ تحذرون منه، هي كثير من العلم لا تعطوه لجاهل، لا بد أن يكون الشخص عالم يمكن أن يوصل هذا لنا. إذا كانت قديس القرآن شيخ القرآن كافي، وإذا كان قديس شيخ القرآن ولا يعلم العلوم الأخرى لو بحثوا أن محاور شيخها يدرس العلوم الأخرى ويأخذ خليل إذا كان يعرفه، لأن التلامي لا بد أن يسألونه. نعم. إذا كان النحو أنت تعرف النحو، ها خذ أنت الأصول إذا كنت تعرف، وهكذا أنها توزيعها على بصيرته.
وليس كل من طلبها يقدم له لأنه سيحتجزها ولا تنفعه ولا تنفع أحدا. لا تقرأ. واضحة الفكرة؟ خير إن شاء الله. هذه فكرة واضحة؟ نعم. إذا كانت في سؤال أنا مستعد إن شاء الله واضح. هذه هي الفكرة. الفكرة ليس تأليفا مني وإنما تسهيلا لي ما اتفق المسلمون على تفضيله ومحبته وتزكيته وأنه هو أهم كتاب في هذا الموضوع. كتاب الله الوحيد المحفوظ هو القرآن. إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى معها اليوم أكملت لكم دينكم يوم 9/12 هجرية حجة الوداع. إذن الدين كمل والقرآن حفظ. إذن لم يبقى على الرجال إلا أن يقوموا لدينهم ولكن متعاونين ولا يقول واحد أنا وحدي. إذا حطت وحدك ومت تتموت ماذا نفعل نحن؟ وقرية كاملة تموت بموت الشخص واحد. هذه مشكلتنا كنا. كان يكون القرية فيها عالم واحد فإذا مات مات العلم. الآن نريد أن الشباب بعد أن يأتي من الكون ويكون في العطلة كلها يأخذ جزء واحد ويقرأه في تلك العطلة ومن هنا يكون العالم فينا لا يموت. لأن شبابنا كله كأطباء المستشفيات يتوزعون العلم كتوزع الأطباء لأجهزة الإنسان صاحب البصر صاحب السمع صاحب إلى آخره. وهذا هذا الطهارة الصلاة الزكاة والصوم والحج إلى آخره. وذلك مراق السعود أيضا أصول الفقه كتاب السنة اللغة العربية أصول الإجماع القياس مسالك العلة إلى آخره. مراق والألفية تعرف مصطلحات النحو ثم بعد ذلك الجملة الإسمية ثم الجملة الفعلية ثم التوابع الأربعة ثم منصوبات الأسماء يعني حتى تنتهي للفئة. واضح الفكرة. ولكن كل متخصص سيكون لائحته عند الشيخ المحاضرة. من أتى يريد العلم كيس فلا وفيهم اللي تلفونات يا سفر هو ما هي مشكلة نأخذ واتساب رقم واتساب نقول له فيه نازلة جاءت تعنيك يا فلان تمنين أنا في باريس رد على أملاد والله نعطوه رقمك يسوي له تو أخذت هذا الكتاب وحفظته أينما كنت يبقى تبقى أنت المفتي والمدرس. واضح الفكرة. حتى يكون ننتفع بالعصر الذي نحن فيه من واتساب والتلفون. واضح الفكرة هاي. والله والله ما هي مشكلة ما في مشكلة. المهم أن تكون الفكرة واضحة وأن يكون الذي أخذ درس ما أخذ مذكرة وحفظها نقول إحنا سنمتحنك سنجمع الناس كلها ونسألك عن هذه المذكرة. هذا هددتهم به قلت لهم سأتي بالجزيرة وسأتي بإذاعة موريتانيا وتلفزتها وتلفزات حرة حتى نعرف من خاننا منكم ومن لم يأخذ نفسه ولم يأخذ الإسلام من حفظ كتابه وفهمه. وأنا الآن على موعد معهم في العطلة كلهم عندهم مذكرات ويقرأ فلان. إذن لابد أن يهددوا بأن فيه امتحان أمام آبائهم وأمهاتهم وأشياخهم وكلهم عندهم مذكرة واحدة 20 قسم أو الألفية 125 بيت مراق السعود 250 بيت كل شيء محدد. بس الحديث بسيطة حوالي 100 حديث هي الحديث كتابهم وفي جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه من رسالته إلى وفاته. جمعها بعض العلماء في الشام ووجدنا كتابه من أحسن الكتب لأنه في البخاري في مسلم في أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه الموطأ كتاب كل كتاب حتى كتاب مسند الإمام أحمد الذي جمع فيه كرة نسبة من الحديث 4000 حديث صحيح 4000 لكنها موزعة كل مذكرة لواحد من الشباب. تكون أنت تكتب أنت الشيخ المحارة تكتب فلان عنده مذكرة الحديث من كذا إلى كذا فيها الأبواب التالية فليسأل عنها ويدرسها. فلان الآخر عندهم مذكرة الفقه كذا فليسأل الرهن الرهن والإشارة تعني. فلان الآخر عنده من النحو كذا الجملة الفعلية. واضحة الفكرة. واضحة سافر أو حضر تكتب اسمه تكتبه. أنا طبقت هذا في المحارة النموذجية وزعته على الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بكل صراحة نحن الحمد لله استغربنا كثيرا بهذه الكلمات من الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى له بالعمر المديد وصحة بالغة إن شاء الله تعالى. سوف أوتي الدكتور ميكروفون، ولكن قبل ذلك عندي سؤال واحد. مؤلفات الشيخ هل تتم تباعتها في نقشة هنا ومن خارج موريتانيا مؤلفاتكم؟ الشيخ أنا طرح علي كثير من الاقتراحات أني أجعلها في الإنترنت لتعم الناس كلها في وقت واحد، أقتلهم الإنترنت في اليهود حرفوا المصاحف، نجعلها هذا ما يحرفه؟ لا، لا بد أن نعممه نحن بأيدينا محتكرين له عن اليهود والمفسدين منا. نحن أرانا لكم هنا المفسدين، نحن المسلمين هنا أحدين لا يحبون الفقه، يريدون أن يفسدوا الفقه كله، ما فهموا شيء، قالوا القرآن والحديث ونحن عرب. قلنا لهم أنتم عرب؟ قالوا نحن عرب. قلنا لهم لا سبب أنك منا، ولكن الصحابة يعرفون العربية أنتم لا تعرفونها، يسمعوا القرآن كأنه سمعوا لغتهم والحديث، ما تفهمون أنتم اليوم من القرآن والحديث؟ كذب، ما أنكم عرب. لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن لنفسه إلا مستعينا بمفسر، ولا الحديث إلا مستعينا بمفسر. إذن معناها أن حتى مع أنفسنا في حرب ممن لا يحبون الكتب هذه. واحد يقول لك القرآن والحديث فقط، وخير أمة خرجت للناس بشهادة رب العالمين، ما قالت وما شرحت وما وضحت لا يحبونه. هل تعرف غريب يا أخو؟ أنت ما شهد لك الله، شهد للأمة، قال كنتم خير أمة، أنت كفرت ما شهد لك الله، تقدح في الأمة كلها، ليس بالصحيح. إذن نحن على في حرب حتى داخل المسلمين حتى لا يحرفوا علينا هذا. إذن أنا الآن في وضعية احتكار شديدة، أنني إذا أعطيت لأحد كتابا أقول له أنت يمكن أن تصوره بشراف الشيخ حتى لا تأخذ تذهب منه نسخة إلى أعداء الإسلام. واضح الفكرة؟ سيحصلون عليه. سيحصل عليه، وكذلك نشره في الإنترنت أفضل. ولكن يخرج يدك يا أخي؟ لا لا، ليس لا يخرج يدك، يبقى دائما اتباع هناك يعني أمانة اتباع إلكترونية، وهناك أيضا يعني أمانة التابع هو أنه أحد بينك وبينه أن لا يحصل فيها تغيير. ولكن هذا ينقضون هذا العهد، ينقضونه بنقود بدراهم معدودة. ولا يضر. جزاك الله خيرا، نية حسنة، نية حسنة هذه. ولكن أنا قدمت هذا حتى يشعر به أهل المحاضر ويجدونه صحيح. في نواكشوط هنا فقط؟ لا، في نواكشوط ولا عندي أنا فقط، دون أن أعطيه إلا لمن أثق. مراكز الصعود الذي تتكلم عنه موجود في النت. مراكز الصعود يا ليس مسهلا، وكل شيء في النت. لا أقصد هو أصله موجود في النت، وكذلك شرفه نثر البنود. نعرف كل شيء موجود في النت، لكن هذا اللي في النت لم يسهل بقية بصعوبته والدسوق في النت، ولكن ليس مسهلا. نعم، لا أنا أتكلم عن أن تأذن أن يوضع في النت. هذا ما ليس الآن، ليس الآن، لا بعد أن نتأكد من أن المسلمين وجدوا نسخا صحيحة وحفظوها بعد ما تستطيع أن توصل النص. هو السفير، السفير لجميع المسلمين يعني. عندك السفير الجامبي عبر النت يحصل كل واحد على نسخة. إن شاء الله، وفكرة زينة هذه، ولكن راودني عليها كثير فلم يمنعني منها إلا جراءة أهل النت على تغيير كتاب الله. فقلت ماذا أفعل؟ أنا تغير كتاب الله، غير في النت، ما يستطيعون. نحن عندنا دار هنا أنت القرآن. أعلم منا القراءات العشر الكبرى والصغرى محفوظة في صدور الرجال ومحفوظة في الكتب. نحن عندنا كتاب ما يستطيع أحد يغير. أعطيك مثال يا أخي، في دار لإنشائها رئيس دولة للقرآن، وليس فيها إلا مجازين في القرآن كل جزاء. فسألت شيخهم رئيسها، قال لي وجدنا عدة مصاحف مزورة كلها في آيات خاسر خطأ، ماذا فعلتم؟ نصححها أو نحتجزها؟ نقول للدولة لا تقبل توسيعها في موريتانيا؟ كم؟ قال لي مصاحف كثيرة مخطأ فيها خطأ. واضح الخطأ يعني. إذن إذا كان هذا جراءة على كتاب رب العالمين، ما أظنك بكتاب آخر؟
على كل عين محل محدودة، معنا عندما تصلكم أنتم نسختكم تكثرونها في غامبي في سنغال في مالي في الجزائر في المغرب في أو دول كاملة. المغرب أخذوها، أبو ظبي الآن تدرس فيه لمعهد أبو ظبي، يدرسها الشيخ عبد الله البجلاء، فهم هاي كتب كاملة كلها. قال لي ائتيني بالكتب كلها وجئته بها في أكيا، فأخذها ودرسها لمعهد، وأخذها واحد من أمريك عنده جامعة في أمريك، صار يدرس بها جامعته في أمريك هنا، ووزع الحمد لله قدر كثير. والأردن هناك قضاته أخذوا نسخة منه صاروا يتقاضون عليها، قالوا الفقه صعيب عندنا، فوجدوا قاضية من قضاة موريتانيا فقال لهم عندي نسخة، وأعطاها لهم وحلت مشكلتهم، لأن العلوم أصبحت سهلة بهذه الطريقة. لا ليس فيها إلا ما يعرف الناس ويثقون به، ولكنه ليس بالطريقة الموجود عندهم فيها في الإنترنت وفي المكتبات، لأنك صعيب تعطي أسبوع تريد حكم لا تخرجه نحوي أو أصولي أو فقه. وهذا الآن الفهرسة أصبحت بالتفصيل تعطيه لك في 10 دقائق واضح. إذا إن شاء الله إن شاء الله نبقى على صلة، وإن شاء الله أنا الفكرة الأخرى سأدرس أيضا هي كيف نجعل هذا في الإنترنت دون أن يزور، دون أن تأخذه أيدي التزوير. واضح فكرة شيخ، فقط حفظا حفاظا عليه، لأن طالبه لكثير من الناس، ومنهم من عنده النية هذه، منهم من عنده النية هذه. في شيخ كبير من موريتانيا قال له الشيخ سيد المختار الكنتي لعلكم تسمعون به، عنده كتاب زوره واحد وقال هذا لي أنا، وهم جعلوه كنت جعلوه في خصة صاروا يشارعونه، وهذا وارد نحن الشيخ سيد المختار الكنتي تكتون تقول هاي لي أنا راح يسمع لي وطبعه لي طابع في الخليج. الناس نياتها ليست كمثل نيتك، نصوص وقرصنون كل شيء، من من يريد أن يفسد، ومن من يريد أن يتحيل، ومن من يريد أن يدعي، هم كثر، ولكن أخطرهم اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضع. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لا نملك إلا أن نشكر فضيلة الوالد الشيخ محمد الفاضل على هذه الكلمات التي تقدم بها، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه الزيارة ويبارك فينا جميعا. ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله كويتا الذي خرج من مالي زائرا إخوانه في هذه البلاد، وكما قال أخونا كيتا فهو يتجول في كثير من بلاد الله لتبليغ رسالات الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء، ويتقبل منه هذا السعي، ويطول عمره على طاعته، ويرجعه إلى أهله سالما غانما. آمين يا رب العالمين. نحن نعرف الشيخ محمد فاضل أيام كنا طالبا في المعهد السعودي، كنت آتي أنا وزميلي زميل دربي في طلب العلم موسى إسماعيل درامي، كنت معه في سنة أولى إلى سنة رابعة. نعم نعم، هو صديقي وزميلي، وكنا نأتي هنا أحيانا نتغدى عنده في بيته، أنا لا أدري هل هنا أو مكان آخر لكن نسيت الآن، وأذكر ذلك. وهو حريص على طلاب العلم وخاصة الأفارقة، فجزاه الله خيرا على هذا الحرص وعلى هذا التواضع، ونسأل الله يتقبل منه الجهود ويجزيه به خير الجزاء. هذا الذي نملكه من الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.